السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا في احسن صحة واحسن حال. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. مساء الورد والفل والياسمين على اجمل اخوات واجمل متابعين. ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا في احسن صحة. ان شاء الله النهاردة انا واخداكم جولة في محل صيني في سمك فريش للي حابب. انا جيت في المحل الصيني ده بيبيعوا سمك فريش للي حابب سمك فريش. انا معرفش الصراحه، الحاجه اللي اعرفها اقول لكم عليها. دي الاسعار بتاعتها. بصوا السمكيه ما شاء الله، ده انا عارفاه طعمه جميل جدا، اسمه تراوت مش عارفه والله اسمه تراوت، وده يشبه للمرجان. ايه ده بقى 13؟ المحل الصيني ده احنا كنا بنيجي فيه زمان، بس اللي كان في انهايم دوت في حته اسمها رانشو كوكومانجا، ده قريب للبيت عندنا، يعني بتاع ربع ساعه على الفري واي او الطريق السريع. بصوا ده برده ب13. انا جاي عشان اشتري اللي هو الماكريل. ايوه اسمه تراوت اهو السمك اللي بقولكوا عليه، بس ده حجمه اصغر من الاولاني اللي هناك. اللي هناك كبير. ادي السمكايه اهي، اوريكم الفرق ما بين. ادي الكبيره اهي، الكبيره ب10 والصغير ب6. وادي السمك اهو الاحمر ده ب3 الباون. في انواع بتبقى حلوه ورخيصه. وادي السمك القراميط قراميط ب5. في منه بيبقى في الميه، بس انا مش عارفه هو كان المحل التاني كان بيبقى فيه منه في الميه. حط العجله بتاعتي على جنب. وادي في انواع تاني، ده عامل زي البياض بس الصراحه انا ما اعرفش هو نوع ايه. وده باني سمك موسى اللي هو المبطط ده، الصراحه انا مش عارفه علشان ايه اللي هو اللي عامل زي موسى دوت، ده ب5 والتاني ده ب3. وادي الكابوريا اهي، الكابوريا ب7 اللي هو النص كيلو. والاسعار اللي انا بقولها لكم دي انصاص، انا اشتريته واديته يتنضف، فلما بتديهوله ينضفهولك او ولو عايزه تقطعيه بيقطعهولك وبديك الرقم اهو. ده اسم المحل. وفي مطعم كبير هبقى اصوره لكم وانا ماشي. الانواع دي كلها كنا بنجيبها زمان لما كنا بنيجي، بس احنا بقالنا سنين ما جيناش. ده كانوا بيقولوا عليه أرنب. فطبعا الأسامي اللي أنا بقولها لكم دي هي بالإنجليزي، معرفش بالعربي اسمه إيه. بصوا السمك ده، ده كنت جايبه منه راح قال لي مش حلو فرحت جبت من التالي. ده اللي هنا السامن اهو مقطعينه اهو، او السلمو زي انتم بتقولوا عليه، متقطع ب8.
وادي النوع ده، النوع ده ب15، مسلوخ اهو، شكله غريب. ودي نوع تاني هو ب6، اهو شكله. ودي ده عامل زي السردينة افتكر، بس بتلاتة، شكله صغير اهو، افتكر هو سردين اهو. والصغيرة دي معرفش اسمها ايه، ب4، وده برضو ب4. وده ب3، ده برضو سردين اهو. وده المكريل اللي انا جبته برضو ب3. كان زمان بتشتري وبيتدهوله ينضفه ويقلهولك، معرفش لسه بيعملوا كده ولا بطلوا، ما عنديش معلومة. ودي البولت اهو، البولت الواحد النص كيلو ب3. بس بيبقى صابح وحلو، والحجم بتاعه ما شاء الله زي ما انتوا شايفينه كده اهو. بصوا الحجم بتاعه، وهنا جمبري معبيينه ب6 الباون. وادي اهو بس براسه. وادي النوع ده، ادي برضو ب5، واللي جنبيه ده ب4. ودي في ثلاجات ادي، بس دي لحمة وفراخ. دي هو السمك اللي منظفينه وبيندهوا عليه، افتكر ده بتاعي اهو. وهنا بصوا حاطينه في حاجة عشان تتنيه سخنة، ده محمرينه قليينه وحاطينه اهو. كل واحدة وليها سعرها. بصوا دي مقفولة، دي مقطعين، المقطعين بتبقى ناشفة وعاملة زي الطوبة، معرفش ليه. ده سمك بولت. وهنا أسماك برضو، هي بولت محطوطة، هما معبيين وحاطين هنا اهو. ودي الصلصات والرانشات الصلصات اللي بيعملوها بيها. هو المحل ده صيني، هبصور لكم حبة حاجات بعد السمك، بس هاخد السمك بتاعي الأول. يا حاج افتكر بان انا حاطين حوض اهو للي عاوز يغسل ايده، والورق ودوت توابل اهي، بس انا طبعا ما اعرفهاش. ودي اللي ترمي فيها التراش اهي. بصوا بقى، هنروح على الخضار اهو، اصور الخضار وبعد كده ايه نروح الكاشير. وفي هنا حاجات اهي متلجة، بس انا ده دورة وحاجات
ادي الكمثرى بتاعتهم اهي. ده في موسيقى. جريب فروت الاخضر ده، وادي برسيمن او كاكا الباون ب 199، معرفش ايه الاحمر ده ب 26، مش عارفه الصراحه. اهو انتوا بقى ايه، شوفوا الحاجه والاسعار وانا ماشيه بوريها لكم علشان هلف اروح الناحيه الثانيه اشوف القوطه. امال ايه اللي هنا؟ دي حاجات برضو متلجه معرفهاش، الله اعلم هي ايه. اليومين دول دي كوسة، انواع الكوسة كلها، الاخضر والاصفر وال كل دي انواع كوسة. ودي انواع البطاطا. اليومين دول عيد الشكر ففي بطاطا كتير. وده سوداني وهنا بيض، معرفش ايه، بيض احمر قوي اهو، وده بيض لبني شويه. وادي الخضره بتاعتهم برضو، حاجات ما انا ما اعرفهاش. وادي ده عامل زي القلقاس بس مش حلو، بصوا عامل زي القلقاس. وادي القلقاس الكبير ده، يعني كنا بنشتريه وبعد كده لقيناه مش حلو. ادي انواع البطاطس، وادي البصل، انواع البصل اهو. مش عارفه ايه اللي حصل للاسعار، الاسعار بقت مولعه نار كده ليه. وادي البتنجان ده، البتنجان ده ياباني بكام؟ باتنين ونص. وده راس الفجل، والبتنجان الرومي اهو بكام بقى؟ جايبها من المحل العربي بالباون. وادي البقدونس والكزبره والكرومب اهو، ده كرومب، نوع من انواع الكرومب، وده كرومب، وده سيلري، وده بصل اخضر. والفلفل الرومي ده بكام؟ كل حاجه الباون ب 3 دولار ليه يعني؟ وادي المشروم ماليش فيه. وادي الفلافل اهي والبتنجان، وده حاجات بتاعتهم هما، حاجات ناشفه برضو معرفهاش. وادي الفلفل اهو الملون بانواعه. فلفل يا عمي ما تمشي بقى، كل ما اجي اخد صوره لقيت واقف في وشي. وادي النودل صوبه اهي للي عاوز. وادي فروت متقطعه جاهزه، وعنب وفراوله وتفاح. وادي الحاجات دي خضرة، ده قرنبيط، ده كرومب ولا ايه؟ ده كرومب بس ما عرفوش يعني، بس احنا عرفناه.
ده اللي عنده سيوله في الدم ما ياكلوش. وادي البتنجان اهو تاني بكام؟ بنفس السعر اللي جوه. ادي انواع من انواع التفاح. التفاح ده الاثنين بدولار، بس انا مش عارفاه هو حلو ولا مش حلو. اللي هو ده ممكن اخد منه بعد ما اخلص. ايه ده؟ السوداني الباون بخمسة دولار، نص كيلو بخمسة دولار. ايه الجنان ده؟ ربنا يرحمنا برحمته الواسعة يا رب. وادي الاناناس الواحدة بخمسة، ما شاء الله ما شاء الله. وادي القوطة. لا الاسعار الخضار عنده هنا يعني مولعة نار حرام. وادي الموز اهو، وادي القوطة والبصل. ادي اهو الجريب فروت اهو، ودي كمثرى بتاعتهم من اسيا، و اسمها ايه؟ جوز الهند. ودي برضو كمثرى بتاعتهم من اسيا، وده الشمام العادي، وده بطيخ بتاعنا، وده برتقان. اوكي هنشوف هنشوف ايه تاني. ودي انواع الكوسة زي ما بقول لكم. دي انواع الجمبري، وهنا في اسماك بس مثلجه نفس الانواع اللي هم حاطينها فريش. ودي العصاير بتاعتهم اشكال والوان. ودي كل الحاجات دي طبعهم هم. عندهم كمان حبة أدوات كهربائية اهي، وحلل وحاجات. وهنا المعالق، كان عندهم أطباق وكوبايات وحاجات كتيرة زمان أكتر من كده، مش عارفة. أهي بيني الصينية دي بعشرة، بس خفيفة قوي. المقشات الرز بتاعت زمان الواحدة بتمانية وبعشرة وبتلاتة، بس انا معرفش ايه الفرق ما بين ده وده. هذه الحاجة اللي انا اشتريتها ايه؟